من أهم الشغلات اللي عندي إياها بالعيادة إني أحاول بشكل مستمر ممكن توصل فيه إنك تحطه كتحدي لإلك بوقفة الفحص. أنت لكل مريض بده يجيك بدك تعمل ريتينوسكوب بالريتينوسكوب أولى أو تعمله قبل من فحص الأوتورفراكتوميتر. هيك أنت بتحاول تحافظ على استمرارية المراجعة أو تضلك دائما تعمل ريفليش للمعلومات اللي عندك إياها، كيف أنت السكيلز تبعتك بالريتينوسكوب تكون محافظ عليها. حكينا قبل هيك عن انك تفحص مؤهل انك تقوم بكل الفحوصات اللي تعلمتها بالجامعة بغرفة الفحص، لكن هاي الفحوصات اذا احنا تركناها راح ننساها. طيب احد هاي اهم الفحوصات اللي وارد نسيانها هي الريتينوسكوب. فالريتينوسكوب انا عندي اياه فحص بحتاجه لما ما اقدر اتواصل مع المريض ان كان ما بتحدث لغتي او ان كان من ذوي الاحتياجات الخاصة او اذا كان طفل من الصعب انه يفهم علي يحافظ لي على نظره للبعيد لاعمل مينتنانس للاكوميديشن اللي عندي اياه، فانا بدي اضطر اعمل الفحص اوبجكتيف. فالتجربة اللي راح استخدمها الريتينوسكوب انا بدي اتبع طريقتين. طبعا بالمراجع في ناس بالنسبة للكوركشن اما بيعتمدوا عدسات السفيريكال سيلندريكال لينسز، انا طريقتي اللي بتبعها هي السفيريكال سفيريكال لينسز حتى لو كان انا عندي استيغماتيزم. فبدي بدي اشوف وين عندي التو برينسيبال ميريديانز وبدي احاول اعادل اعمل نيوتراليزيشن لكل ميريديان على حده باستخدام السفيريكال لينس. عندي طريقتين او بالنسبه لعرض الريفلكس، طبعا احنا بدنا نستخدم السليف دام، فبكون ضامن انه يكون عندي الميرور بارالل وراح يكون عندي الريس كونفكس. اذا كان انا عندي محورين البرنسبال ميريديانز على 90 وال 180، فلنفرض انا كان عندي محور المحورين متعامدين 90 وال 180، فانا بدي اوجه الستريك اذا بدي اعادل المحور العمودي، المحور التسعين بدي أخليه عمودي بهذا الشكل، وإذا بدي عادل أفقي بدي أخليه أفقي بنفس اتجاه المحور. فبهاي الطريقة أنا بعادل المحور العمودي بسجل قيمته على الأوبتيكال كروس، وبهاي الطريقة بضيف أو بنقص التسعين درجة لأعادل المحور الثاني الرئيسي وبسجل قيمته. فأنا باستخدام هاي الطريقة راح اسجل الاكثر بلس راح يكون عندي السفير، العدد الثاني ناقص الاول راح يكون السلندر والاكس اكس السلندر. اما اذا حكيت لي انا هيك انا بدي اعادل المحور التسعين بس عندي الستريك بهذا الشكل افقي، فانا هيك عم بعادل كل محور الفيرتيكال. بهاي الحاله لما يكونوا معكوسين انا بدي اسجل قيمه المحور العمودي، وبهاي الحالة أنا عم بعادل بقيمة المحور الأفقي، فبدي يكون عندي الأكثر بلس هو السفير، العدد الثاني ناقص الأول هو السلندر، والأكس أكس السفير بهاي الطريقة. فأنت ما تتخربط، اتبع طريقة معينة اللي بتشوفها أسهل لإلك، ودائما بدك تحدد الأكس. ففي أنا عندي أحيانا بواجه حالات ممكن يكون عندي الريفلكس مش واضح، فكل ما انا اشوفه ده بعرف انه انا بعيد عن نيوتراليزيشن بوينت، بعرف انه بدي اضيف درجات عاليه لغايه ما اشوف الريفلكس صار عندي برايت. فكل ما كان انا عندي برايتر ان كلر
اللايت ريفلكس كل ما بعرف انه انا قريب من النيوترلايزيشن بوينت. اذا انا المسافه اللي بدي اتركها بيني وبين المريض طبعا راح اعمله باينيكولارلي، راح اخليه يطلع بالعين الثانيه على البعيد، ممكن اعمل فوجينج، لا اعمل احافظ له على الاكوموديشن وبفحصه بالطريقه اللي انا بستخدمها للسهوله بدون ما احط الوركينج ديستانس. الوركينج ديستانس هي المية مقسوم المسافه اللي انا بتركها بيني وبين المريض، فراح يطلع عندي الوركينج ديستانس اللي بدي اعوضها. فبما انه انا عندي متوسط طول الذراع 67 سنتيمتر، 100 تقسيم 67 راح يكون عندي درجه ونص. اذا تغلبت خاصه مع كبار العمر الكبار اللي بالسن، اذا تغلبت لا احصل على الريفلكس، فانا عندي التريك اني اقرب عليهم بخلي المسافه 50 سنتي بس الوركينج ديستانس راح يكون درجتين. طبعا بالاوبتيكال كروبس بما انه انا عم بستخدم طريقه السفير سفير، انا بدي اطرح الوركينج ديستانس من العددين، بعديها بشوف مين الاكثر بلاس سفير والعدد الثاني ناقص الاول وهكذا. طيب اذا انا حكيت التريك الاول، اذا انا تغلبت بتحديد هذا الاكس او تحديد الحركه اللي عندي اياها اني اقرب المسافه بيني وبين المريض واعمل البروسيجر. طيب في حال انا كنت ادور على الاكسس او البرنسبل ميريديانز، فانا دائما بدي انتبه انه الاكس راح يكون لما اشوف الريفلكس صار رفيع بعرف انه هناك راح يكون عندي البرنسبل ميريديانز، الثاني راح يكون معامد له. كمان في عندي تريك ثانية اذا بدي انتبه انا بعيد عن الكوريكت اكسس ولا لا، اللي هو اقرر على المريض انتبه على الويث العرض تبع الريفلكس واعمل المعامد عليه، لازم يكونوا متساويين من ناحية الويث. اذا شفت عندي في اختلاف فبعرف انه انا في عندي ايرور، بعرف انه انا بعيد بعشرة لعشرين درجة عن المحور الرئيسي، فهي كمان بتساعدني اني اتأكد. طيب احنا حكينا اذا انا شفت عندي ويث موشن بدي احط بلس لينس، واذا حكيت عندي اجينست موشن بدي اعادل بالنيجاتيف سبيريكال لينس. نقطة ثانية، اكيد راح تواجهكم حالات عندكم اطفال بالعياده، حسب القوانين الصحه الحاليه انت ممنوع تخطط الطفل لتوسع البؤوة تبعه ونحافظ على الاكوموديشن اللي عنده اللي ما يعمل لي اكوموديشن. ففي طريقه ثانيه موازيه لهالشيء بدون تخطير كيف ممكن انا احصل على درجات مشابهه بشكل كبير لدرجات السايكلوبليجيك ريفراكشن اللي هي المهندرة تكنيك. المهندرة تكنيك بدي احاول احط الطفل بغرفة معطي من قدر الامكان، بدي استخدم الوركينج ديستانس اللي راح تكون عندي بلس 1.25، وبدي اترك المسافة بيني وبين الطفل 50 سنتيمتر وبدي اعمله مونوكيلارلي. فهون انا ما راح اعمل السيميوليشن للاكوميديشن، راح يكون عندي الفيكسيشن تارجت نفس الضوء اللي بيطلع من الريتينوسكوب. فهي الطريقة اسمها مهندرة تكنيك، هي قديمة مو جديدة لكن اختلفت المصادر، الكل استمعوا على صحتها واختلفوا بالworking distance. أحد المصادر حكوا إنها درجة وربع، ومصادر ثانية ممكن تلاقيها فاصل 75 بيوبتر. فاتذكر دائما راح يكون عندي neutralization point، راح يكون عندي reflex حركته سريعة، راح يكون عندي الaxis راح ارفع، وانتبهوا انه ما يكون اوف اكسس، يعني اذا كان عندي بهذا الاتجاه الاكسس البرنسبل ميريديان وكان عندي الريفلكس بهذا الشكل فبعرف انه هذا اوف اكسس. اذا كان موازي الريفلكس تبع الريتينوسكوب ارفع موازي للبرنسبل ميريديان فبعرف انه انا اون اكسس. ما تنسى إذا عجبك الفيديو تشاركه لباقي زملائك وتعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب. شكرا لكم.